السلام عليكم وصباح الخير عليكم متتبعات قناتكم عثمان زيدات. كنتمنى تكونوا بألف خير وتمام الصحة والعافية، ونلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي ظروف صحية جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما وعدتكم البارح، أول حاجة قبل ما نبدا شكرا لكم الأخوات، شكرا لكم على الدعوات. الفيديو تاع البارح والله العظيم البارح حتى لوحدة الليل عرفتوا صبحوا عينيا صبحوا وارمين منفوخين، وانا كنجاوب كومونتير بكومونتير. شكرا لكم على الدعوات كاملين، الناس اللي كيكتبوا كنسمعوا عليه راجل طيب. شكرا لكم الاخوات، هذه احسن حاجه، هو هذه احسن حاجه في الدنيا انك تسمعي السمعه ديال باباك راجل طيب، راجل كيتقي الله، راجل كيصلي، هذا هو احسن حاجه. ما كلشي الاخر كلشي ليهم، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله ان شاء الله ربي غيستجب الدعوات ديالكم كاملين ان شاء الله. كيف ما قلت لكم البارح البنات، اليوم غنبارطاجي معكم عرفتوا البارح البنات بزاف د الحوايج، شحال من جلابه ديال مولاتها كتصيبت ليا ام عثمان. انا ما شفت جلابيتو والله العظيم البنات، شحال من جلابه نسيت ما صورتهاش، اليوم غنكمل لكم جلابات. نسيت شحال من جلابه هنا، نسيتها، هذه جلابه دو بياس. المهم بنت الحاجه عزيزه، هي ماما سميتها عزيزه، كانت شفت عندها بالموبيل ودارت الحاله، هذه ودات اختها تماما في القميص في كل شيء. انت هذه ما جاتش لاطاي ديالها، شفتوا هذه حتى هي راه جبات، هذه راه ديال المحل، هذه وهذه ديال ظريفه اسبانيا. هذا هنا مسلول، مسلول هذا غطوا دابا وغتشي الامانه. جلابة بالسلام كنحبك انت تقدر تمشي دابا الامانه. بالاشاره البنات ناس ديال اسبانيا، غنقول لكم واحد الفوليه فيها سلع كثيره، اليوم عاد غنمشي الامانه نجيب من رمضان ما وصلتش المولاتها ورجعت هنا للمغرب، للصدفه ان السيده كي غتدخل المغرب ان شاء الله الاربعاء غنعاود صيفطها ليها للتوريات. شفتوا جات فنه 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 تبارك الله ما شاء الله، حتى مولاتها تقريبا عندها جلابه ديالها، جلابه بنتها يعني كانت تربطني على الفولارات ولكن تعذر الامر. شوفوا هاد الجلابه ديال بنيتها، شوفوا الكول كيف جا قميص لتحت تبارك الله ما شاء الله. نكمل معكم البنات، هذه خذ صالحه كنتي دابا، هادشي دابا 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 ان شاء الله الرحمن الرحيم غيخرج هادشي دابا الامان. طبيعة الحال البنات الخياطة باليد، جلابة درنا ليها قميص في هاد اللوين هذا، شوفوا معايا الكول، شوفوا معايا لا فينيسيون، ما كنخلوش داك السورجي كيبقى من هنا ما كرباش نشكر الخدمة، الحمد لله خدمة شاكرة راسها براسها. شفتوا وهذا القميص ديالها، هذا البنات هذا القميص مع شفتو كيف جا معاه الجلابه. البنات غنعيط ليها دابا لان غادي تسافر السبت، نقدر انا السبت ما نكونش شفتو بزبقت المعلم. هذا قفيطين صراحة كيجي هاد اللون وجا رائع رائع رائع، شوفوا الفصالة شوفوا الخديمة شوفوا تبارك الله كيفاش جا الوان. هادي مولاتها غنعيط عليها، عندها واحد السمية شهندة انا نعيط ليها، عشر جديدة جديدة، عندها ثلاثة جلالب، دارت هاد الجلابة هادي، دارت هاد الجلابة بوردو بالبلدية، شوفو ماشي بوردو، شوف مشيت مع البوردو مع قالت لي خد ليا فولار بوردو، وهادي دارتها الأم ديالها شفتو. تبارك الله ما شاء الله الحويجات كلهم. دابا غنصور لكم الناس اللي غير فصلوا الثوب وحنا خدمنا لهم هنا البنات، الناس الحويجات اللي تخدموا لهم، الناس اللي خدموا لهم الحويجات ديالهم وهما مطيبين الثوب،
هذه هنا جلابه خرا ما عنديش مع الحلو نعاود الطويل طويل ما عنديش معاه. هذه جلابه بالمشبك البنات، الناس اللي بغاو المشبك للاشاره، الناس اللي بغاو اللي يدفعوا الخدمه راه حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم من الاسبوع الماجي غنبداو نستقبلوا الكوموند ديال الخدمه، يعني تجيبي الثوب مفصل ونخدموا لك وانت تخيطي، يعني كاين هذه الامكانيه. اللي بغى يصيفط الثوب ولا يرسل الثوب مرحبا، السلال الرباطي باليد تيساج المشبك، شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله هذا داتو سيف الجليل جا رائع. هذا هنا الكميمات كنقول لكم شوفوا المشبك كيف داير، هذه هنا غتكون جلابه بتيساج هذه هذه جلابه بالتيساج البنات. التيساج راه ماشي كمبيوتر، هاد التيساج راه كيبقى بحالو بحال السلال من الخدمه اللي كتبقى راقيه، والشوفه ديالو ها نتوما راه ماشي بالماكينه، هذا راه كيتخدم باليد البنات، التيساج كيتخدم باليد، حتى هو اللي بغات تصيفط الثوب وتدفعوا التيساج، لان الناس بزاف كليان ديالنا باغي يصيفط الثوب، فهمتي انا كنت قلت لكم تبارك الله ما شاء الله شي باش كيعجبوني، باش كيعجبوني الكليان ديالي، ديرهم ساشيات، داكشي باش كيعجبوني الكليان ديالي، يعني متفاهمين بزاف، يعني كليان ما صيفطوش حتى نقول لكم راني غنشد الكوموند وصيفطوا مرحبا. هذا هنا المسلول بطبيعة الحال، كانت شافت عندنا جلابة بهذا اللون، شفتوا كيف جات. دابا اللي بغات تصيفط الثوب مرحبا وألف مرحبا. هذا هنا الكميمات ديالو، هذا هنا طرز الزموري اللي جات هو تبارك الله رائع حتى هو مرحبا وألف مرحبا. كاين اللي كتزيد بالثوب هذا الزموري، كاين اللي كتزيد عليه النبات، شوفوا الوين شحال زوين. هذه هنا جلابة مطروزين فيها البنات الخراطي الخرطة، شفتو عشيمة كتجي الخرطة طازة، الخرطة وطازة الكريمات طازنا عليها بالبرونز، كتشوف فيا كنزرب البنات حيت عندي الأمانة خاصني سبحان الله الأمانة ديال هنا ديال التشارك كتكون عامرة، يعني إلا مشيتي راه بحال هكا نص النهار ديالها خاصك تبقاي فيها. ندوزو لهادو هنا تا هما ديال الأمانة، هادو جمعهم في الشيوخ، هادي دير مع هادو، هادي هنا الدقة في القبة، شوفو الدقة شحال كتجي زوينة كتجي رائعة، يعني ملي كتشوفيها مكتفرقيش بينها وبين الخدمة ديال اليد. هادو دخلوا انا عاد غنشوف ما ديالهم شكون، هادي الرباطي باليد شحال كيجي زوين، الرباطي باليد طبيعة الحال مخدومين الكميمات والدوبات كتجي زوينة هاد السيدة أم عثمان، تكلفي بتناسق الالوان تكلفي بكل شيء ام عثمان، والحمد لله ربي ما كيخيبنا، شوفوا التنسيق ديال الالوان اللي درت ليها وجات رائعه. انا عاد غنعزل هاد السيده جلابها، كاينه جلابه ديال التيساج، شوفوا التيساج شحال كيجي راقي، كيجي راقي وكيجي هماوي، كيجي هماوي. الحاجه ديال اليد البنات راه كتكون فارزه، الا على الكمبيوتر الى على ديال الماكينه كتبقى ديما حاجه كتبقى مميزه، كتبان الخدمه كتبان من الشوفه كتبان. شوفوا ثاني هاد البلوماغين شحال جا معاه التيساج رائع، يعني انا فكرت ندير هاد البلوماغين في التيساج كثرت ما عجبني، رغم ان التليفون راه ما كيبينش ما كيعطيش الصوره على حقها وطريقها كيف ما كيبغي كيف ما كنبغيو.
هاد الجلابه ها مولاتها هي هادي حاجه مليحه. كتبسط ليا الصوره ديال التيساج. ها هي كانت تفكري ليا بسط ليا كل حاجه حاجه مليحه هادي. غنجمع لها الفيات ديالها. بالنسبه للراوندر هذا الشباك البنات، الشباك البنات راه عندي بزاف ديال المواليه. دابا هذا خاصو غير يتثقب حتى هو يكون ديال حاجه مليحه. هذا بالنسبه للجلابه هذه واحد السيده منى وقيله من المحمديه. هاد الجلابه اخر مره غادي نقول مولاتها حيت راه ملي كنت في المحل القديم بقات عندي هاد البياسه من المحل القديم البنات. الا كنتي ما بغيتيهاش راه نعطيك فلوس السوب ونخدمها ناخذها نخدمها، لان فيها واحد اللون واعر وميمكنش نخليها عندي عامين. شفتوا كيف جات هنا سلسه رقيقه ولون واعر، واحد البلوسيال خطير. انا غنعاود ما عرفتش الرقم ديالها، كنعيطوا عليها ما كتجاوبش في الرقم ديالها. منى من المحمديه حاطه عندنا هاد الجلابه، يعني غنعطيك من هنا السبت ولا الاسبوع الماجي الا ما جاوبتينيش غنحيدها وغنخلي لك فلوس الثوب ديالها. هادشي اللي كاين، يعني غنخيطها ومن جرى نعطيك فلوس الثوب ديالك. ما يمكنش السلان دافع السلان ومخلصه مولات السلان ومخلصه ونخلي الجلابه عندي اكثر من عام. هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه للطلبيات ديالكم هذا ديال بنت جيراننا في حي مجيد، يمكن صفاء ماشي صفاء معقلتش على السميه ديالها، عندها واحد السميه زوينه. حتى هي القميص ديالها ديال الشباك وجد غنثقبو. المهم بناتها اللي كيلعبو كيديرو السباحه كيديرو رياضه السباحه غتعرف راسها. حتى هي السميه ديالها عندها واحد السميه زوينه سميتها، كيعجبوني الاسماء اللي كيكونوا بحال هكا غابرين وكتكون مميزه بواحد السميه. هادشي اللي كاين الاخوات. بالنسبه للاشاره وللتذكير، الناس اللي بغيت يصيفطوا الكوموند ديال السلان وديال الشباك وديال التيساج رباطي باليد، راه حنا بدينا كنستقبلوا الكوموند ابتداء من الاسبوع الماجي ان شاء الله، ابتداء من الاسبوع الماجي. طبيعه الحال البنات واحد القضيه نقولها لكم، واحد غير مجرد توضيح، راه ملي كتعيطي راه كتشوفي شحال من واحد سابقك، يعني ما يمكنش غتبقاي واحد 5 ايام غتعيطي. يعني ناس اخرين راه بحال كاين اللي غدا كتقول لك صافي ام عثمان راه غنصيفط لك الثوب، كاين اللي كتكون فاصله الثوب وكتسنى اننا نبداو نشد الكوموند، يعني نهار الاخر كتجيب الثوب. يعني كيمشي داكشي في المذكره راه بالتسلسل، يعني انت والنوبه ديالك امتى غتكون وفين غتكون. هادشي اللي كاين، طلبوا التوفيق والتيسير من الله. الله يوفقني ويوفقكم ويسر لي ويسر لكم ويسر لجميع المؤمنين يا ربي. الكليه ديال اسبانيا البنات انا غادي نمشي لها دابا، دويت عليها في الاول وما كملتش. البنات راه قلت لكم من رمضان السيده كانت كتقول بصح في رمضان ما عرفتش عندك اسبانيا ما عرفتش كيتعكسوا فيها الحوايج ما كيوصلوش. هذه ثاني مره كتبقى عليا في اسبانيا مع الامانه. ملي كنصيفطها في لاجونس اللي كيكونوا الكيره العاديين الحوايج كيوصلوا، ولكن بالامانه ما عرفتش علاش ما هذا المشكل. ماشي غير مره واحده وماشي غير معايا انا، مع بزاف مشيت لقيتهم ناس في الامانه كيقول لك الحوايج ملي كنبغوا نصيفطوهم لاسبانيا كيوقع فيهم المشاكل. وتصور دابا راه من رمضان عاد رجعت لي الكوليه، عاد دابا غنمشي نجيبها من الامانه والسيده غتدخل نهار الاربعاء المغرب غنصيفطها ليها يمكن التورير. توصل لها بالصحه والسلامه وتلبسهم سهية بالصحه والسلامه. وهذه هي البقيته اللي مكتوب لها تلبسها، هذه هي البقيته اللي مكتوب لها تلبسها تجلي البنت دياولها. كنتمنى لكم فرجه ممتعه وكنتمنى لكم نهار مبروك باش ما تمنيتو فيه ان شاء الله، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.